تعرف أكثر على تفاصيل الفيلم وغيره من الأعمال بصرنا نرحب عبر الهاتف من دبي بالمخرج علي أكرم محمد. صباح الخير أستاذ. أستاذ علي، يسعد صباحك ومبروك الفوز بجائزتين بمهرجان نيويورك. يسعد صباحك ومبروك مرة ثانية. بالبداية خلينا نحكي عن الفيلم، وهيدا أول فيلم إلك بسوريا، ليه اخترت سوريا لتعمل أول فيلم إلك؟ ويعني جميع التفاصيل كانت حتى المشتركين معك بالفيلم سوريين. فيلم حمرة طويلة هي كانت محطة مميزة في سوريا، لأن كانت مثل ما حكيت التجربة الأولى لحضرتك في وطن الأم سوريا، لأن نجاحها جاء بعد يوم كبير نزله طاقم العمل ليخرج منها فيلم يوصف رسالته وليس فقط لأمريكا بل للعالم كله. نعم. فحبيت اعمل فيلم حمرا طويل في سوريا. طبعا حبيت اعمل فيلم حمرا طويل في سوريا، يعني دائما نحن الغرب هون عندي فكره غلط على يعني غلط عن سوريا، تقول عم يحصل بسوريا. فحبيت انقل الصوره الصح اللي عم تصير بسوريا، يعني حبيت انا انقل انه سوريا رغم الحرب ورغم المأساة اللي عم نعيشها هلا، انه نحن هلا قادرين نعمل سينما وقادرين نوصل رسالتنا في العالم. نعم أستاذ علي، يمكن الفيلم مثل ما ذكرت يمكن بيحكي عن الواقع يلي عم تعيشه سوريا وعم يعيشه الشعب السوري والمحبة والاستمرارية. كيف كان صدى الفيلم لدى الخارج، أو يعني بالأجواء يلي حواليك قديش يمكن لقى استحسان ورشحت وحصلت على الجائزة؟ هلا السوري بشكل عام يعني مميز وين ما راح، يعني صحيح. لا شك فكان في استهجان واستعجاب من قبل المشاهدين في امريكا، لانه يعني نحن هون امريكا هي بلد السينما وبلد يعني هوليوود، يعني فقالوا انه يعني شو اخذ واحد مثلك على سوريا صور فيلم بدل ما تعمل يعني عليك السنة. فأنا يعني حبيت مثل ما حكينا سابقا، حبيت يعني أنقل صور اللي عم يحصل بسوريا، حبيت أوصل رسالي للأمريكا والغرب. طبعا المهرجان هو ليس من الأمر سهل الحصول على مثل هذه الجائزة، يعني في مهرجان ضخم كمهرجان نور، يعني وهذا ما يثبت أننا قادرين على إيصال رسالتنا وثقافتنا عالميا يعني. نعم أكيد بدنا نتمنى لك التوفيق، بدنا نقول لك مبروك مرة تانية. دائما الشباب السوري عنده إبداع وإصرار على الإرادة، دائما يمكن من رحم الأزمة يولد الإبداع لكن بطعم آخر. بنتشكرك وأكيد رح تكون معنا بمشاريع أخرى لحضرتك. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك. شكرا كثير. مبروك، وأكيد نحن كثير فخورين بحضرتك سيد علي. شكرا كثير لك.